تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيم الميراث في كتابه، وأعطى كل ذي حق حقه، وبين نصيب كل الوارثين من الرجال والنساء. فكيف توزع التركة بعد وفاة المورث؟ وماذا لو كان على الميت ديون لا تكفيها التركة؟ وماذا لو أوصى الميت بحرمان بعض الورثة من الميراث؟ وهل يرث أولاد المحروم من جدهم المتوفى بعد أبيهم؟ وما حكم تقسيم الميت تركته قبل أن يموت؟ انتظرونا يوم السبت في برنامجكم درهم ودينار حتى نتعرف على أحكام تقسيم التركة والحرمان من الميراث في الشريعة الإسلامية.